السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ناقصة عقل ودين أستاذ علي، شو رأيك؟ كيف تكون ناقصة عقل ودين وأم المؤمنين السيدة خديجة هي كمال الدين مع النبي عليه الصلاة والسلام وأول من آمن به وكانت رفدا للدين؟ فدعونا من قول أنها ناقصة ويبررونها ناقصة دين لأنها تحيض ولا تصلي، هذا ولا أخذ بهذا الحديث وإن قاله من قاله. الرسول لا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام. كمن يرد اليوم قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كن. قالت امرأة: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. فيرده بدعوى عدم اتساقه مع السلوك الإنساني العام. فالمهزوم أمام القوة المادية الغربية والشرقية وما تنشره من مبادئ وتحدده من أضر وترسمه من حدود يضطرب كيانه وتتهاوى مقاييسه خاضعاً لما يؤمنون به، ويبلغ الخضوع غايته عندما يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل تشريعات بعيدة كل البعد عن الإسلام. وهم يردون أعظم من هذا من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأي شيء يكون مستغرباً إذا ردوا ما هو دون ذلك؟ وليس في الحديث المذكور انتقاص للمرأة أو عدها مخلوقاً مسلوب الحق، فنقصان دينها بين بما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان لأجل عذرها الذي عذرها الله سبحانه وتعالى به. فلا صلاة ولا صيام على امرأة حائض ولا نفساء. وما عداه فقد يكون في النساء من تعلو في صلاحها وديانتها فوق كثير من الرجال، وهذا أمر بين في القرآن والسنة ولا اختلاف فيه. وأما نقصان عقلها فبينه أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. وهذا شيء معنى إقامة الصلاة. أنا ما عمري شفت واحد يخطب يعلم الناس إقامة الصلاة. إقامة الصلاة ليست في المسجد. وين؟ إذا خرجت من المسجد هل تقيم ما عهدت الله عليه؟ إقامة الصلاة يعني ليس إقامتها في وقتها، هذا أداء الصلاة في وقتها. أنما إقامة الصلاة أثرها عليك إذا وقفت. الله أكبر، إياك نعبد وإياك نستعين، قد قلتها فسجلت وأجلت وجئت في يوم لا ريب فيه ووضع الكتاب. قد قلتها ما شاء الله أن تقولها، وحينما خرجت ماذا؟ ومما رزقناهم ينفقون. يقيمون الصلاة يأتون بها مستقيمة بواجباتها وشروطها وأركانها ويكملونها بمكملاتها، ومن ذلك أن يصلوها في أوقاتها، ومن ذلك أن يصلوها مع المسلمين في مساجدهم، لأن صلاة الجماعة كان الناس لا يتخلفون عنها إلا منافق أو معذور. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا، يعني مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وما يتخلف عنها أي عن الصلاة إلا منافق أو مريض. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني الرجل المريض. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.